السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الفنانة القديرة رجاء حسين التي وافتها المنية اليوم. وقالت السيدة انتصار السيسي إن الفقيدة تركت سيرة طيبة واستطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة من تراز ميك 29 تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وتدمير أكثر من 300 صاروخ لأنظمة راجمات الصواريخ هاي مارس. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع في إفادة صحفية إنه خلال 24 ساعة الماضية استهدفت المقاتلات الروسية مناطق استراتيجية للجيش الأوكراني في دونيستيك، مما أسفر عن مقتل وإصابة 340 جندياً. تواصل قيادة المنطقة القتالية الشرقية التابعة للجيش الصيني مناوراتها العسكرية حول جزيرة تايوان التي كان من المقرر لها أن تنتهي الأحد الماضي. في المقابل أعلنت تايوان بدء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية شملت محاكاة للدفاع عن الجزيرة من أي غزو محتمل. دفعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن زيارتها لتايوان ووصفتها بأنها تستحق القيام بها لعدة أغراض. وأكدت بيلوسي إن الولايات المتحدة لم ولن تسمح للصين بعزل جزيرة تايوان عن العالم، خاصة وأنها تتمتع بحكم ذاتي. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع تطوير منطقة مثلث مسبيرو لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع. وأكد مدبولي أن المنطقة المذكورة من المشروعات المميزة التي حرصت الدولة بقيادة الرئيس السيسي على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك لتوفير سكن ملائم للمواطنين ليصبح مشروعا حضاريا متكاملا على أعلى المستويات، مما يغير من خريطة المنطقة بأكملها بعد الانتهاء من أعمال التطوير.